أول أطفال في العالم يخوضون هذه التجربة الرائعة. أين ذهب الجميع؟ لسنا وحدنا. أين نحن وما هذا المكان؟ بدأنا كمخيمين ومررنا بأشياء قد لا يمر بها الأصدقاء طوال الحياة. سنعود للديار. لقد انتهى. أم لم ينتهي؟ أبي يحاول إنقاذ الديناصورات تماماً مثلنا. بالتحكم فيها رغماً عنها؟ اتركوا هذا الأمر. لكن نحن أسرة. يعتمد مستقبل هذه الديناصورات على ما سنقوم به. إذن إما نبقى أو نرحل عن الجزيرة.